مشاهدينا مرحبا بكم، هذه حلقة جديدة من اسأل نحمل فيها أسئلتكم واستفساراتكم إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين في مصر. أستاذ هيثم مرحبا بك معنا. يا أهلا بك يا فندم. سيد هيثم، بداية دعني أسألك عن ما انتهت إليه الأحداث، كيف رأت حركة الاشتراكيين الثوريين إصدار أحكام على عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الأشخاص في محكمة عسكرية بعجرود التي قضت بالسجن المؤبد أو 25 عام كما نقول على عدد من الأفراد، كيف ترون استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين للمرة 100 أو الأكثر من ذلك؟ احنا بنشوف اللي بيحصل ده في سياق قيادة الفريق عبد الفتاح السيسي للثورة المضادة تحت غطاء من قمع الإسلاميين في الشوارع، بيجري إعادة نظام مبارك مرة أخرى بنفس الشخوص للسلطة. بنشوف انه المحاكمات العسكرية التي لم تتوقف منذ 25 يناير 2011 بتعبر قد ايه عن اعداء القيادة العسكرية لهذه الثورة ورفضهم لاستمرارها وتحقيق اهدافها. الجماهير الشعب المصري اذا كانت خرجت لاسقاط محمد مرسي هي خرجت لاستكمال مسيرة الثورة المصرية ولم تخرج لإعادة النظام القديم أو تفويض أو منح السيسي هذه الصلاحيات ل يعني إعادة هذا النظام الاستبدادي الدكتاتوري مرة أخرى إلى الحياة. بنشوف النهارده تحت غطاء قوة الدبابات بيجري قمع الحركة العمالية والحركة الاحتجاجية في الشارع تحت مزاعم محاربة الإرهاب. دي المشهد اللي موجود في مصر حاليا. المؤسسة العسكرية بتقوم على قدم وساق بإعادة النظام القديم كما كان بمؤسساته الأمنية. شفنا تصريحات لوزارة الداخلية بعودة الأمن السياسي، بمعنى يعني جهاز أمن الدولة لقمع الحركة السياسية. شفنا تصريحات بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى إلى الجامعات المصرية لمنع الحركة الطلابية من التحرك، وهي متوقع أن تتحرك بقوة خلال الفترة القادمة ضد الدكتاتورية العسكرية. وبالتالي نحن أمام مشهد من إعادة الدكتاتورية العسكرية مرة أخرى إلى السلطة في مصر. نعم، ولكن سيد هيثم، في الوقت الذي تتحدث أنت فيه عن أن قيادة المؤسسة العسكرية استغلت حراك 30 يونيو من أجل الانقلاب على ثورة 25 يناير وإعادة نظام مبارك مرة أخرى إلى الحكم، هناك من ينتمون إلى التيار الليبرالي وتيار اليسار يدفعون ليل نهار بأن ما حدث هو ليس انقلاب عسكري ولا انقلاب على ثورة 25 يناير، وأنه كل ما يحدث هو إجراءات استثنائية فقط للمرور من هذه المرحلة الصعبة، ويدفعون بأن من يعتبرونه انقلابا هم فقط جماعة الإخوان المسلمين. أعتقد أن التيارات السياسية سواء كانت ليبرالية أو يسارية التي تتحالف الآن مع الدولة العسكرية في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين هي ترتكب نفس الخطأ التي ارتكبته جماعة الإخوان المسلمين في بداية الثورة بتحالفها مع المؤسسة العسكرية، وهي تدفع نتيجة هذا التحالف الآن من دماء شباب جماعة الإخوان. الإجراءات التي تتم الآن ليست إجراءات استثنائية في مواجهة الإخوان المسلمين، ولكنها إجراءات لتخويف الجماهير الشعب المصري وإرجاع مكاسب الثورة إلى الخلف مرة أخرى. إذا كانت الدبابات تمنع مظاهرات الإخوان المسلمين فهي كذلك تقمع إضرابات العمال التي تنادي بها العدالة الاجتماعية. وعلى قدم وساق بنشوف قوانين استثنائية بتعود مرة أخرى وبيتم تطبيقها على مواطنين وعلى حركات احتجاجية لا تنتمي إلى التيار الإسلامي. أعتقد أنه يعني استمرار هذه القوة اليسارية والليبرالية في تحالفها مع الدولة العسكرية ستدفع ثمنه أمام الجماهير في اللحظة القادمة، وهي ترتكب خطأ تاريخي لا يقل يعني خيانة عن ما قامت به بعض التيارات الإسلامية منذ بداية الثورة بتحالفها مع الدولة.
يعني هل موقفكم ذلك سيد هيثم محمدين هو ما يدعو يعني كاتب مثل براء الخطيب الذي تحدث عن أن الاشتراكيين الثوريين بمثابة ثورة مضادة باتهامكم بأنكم تنتمون لجماعة الإخوان المسلمين أو تؤيدونها أو تتحالفون معها واعتباركم ثورة مضادة على ما قامت به المؤسسة العسكرية؟ الاشتراكيين الثوريين لم يتحالفوا ولم ينسقوا في أي وقت من الأوقات مع جماعة الإخوان المسلمين منذ 25 يناير 2011. الاشتراكيين الثوريين دعوا وتظاهروا منذ اليوم الأول لإسقاط صورة جماعة الإخوان المسلمين على طريق استكمال الثورة المصرية، وكان مشاركتنا واسعة وقوية في 30 يونيو، لكن بهدف استكمال مسيرة الثورة المصرية. لكن عندما نرى أن المؤسسة العسكرية تقف الآن بكل قوة وبأسلحتها ضد الثورة المصرية، سنقف ضد هذه الإجراءات وسنرفع شعارنا الذي طالما لم نتنازل عنه بإسقاط حكم العسكر، وبنشوف أنه ده لا يعبر عن أي تحالف أو أي تنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين. إذا تصادف أنه جماعة الإخوان المسلمين ترفع الآن شعار حكم العسكر فده لا يعني أنها تتحالف معنا، وحتى لو جماعة الإخوان المسلمين توقفت عن رفع شعار يسقط حكم العسكر أو مجابهة المؤسسة العسكرية خلال الفترة القادمة، سنستمر في رفع هذا الشعار لأننا نرفعه من أجل الثورة المصرية، لا من أجل جماعة الإخوان المسلمين ولا من أجل عودة مرسي مرة أخرى، ولا من شرعية مرسي التي أعتقد أن الجماهير أسقطتها في 30 يونيو، لكن بنرفع الشعار استكمالا لمسيرة الثورة المصرية. طبعا الكتاب التابعين للمؤسسة العسكرية والإعلام في مصر بيشن حملة شرسة وقوية ضد القوى الثورية جميعا، سواء كان اشتراكيين ثوريين أو 6 أبريل أو بعض أو مجموعات الألتراس أو مجموعات الشبابية، وده في سياق إعادة النظام القديم مرة أخرى. كل وسائل الإعلام تتحدث عن مؤامرة 25 يناير، يتم شيطنة الحركات السياسية والثورية التي تريد استكمال الثورة المصرية، فلا يعني ما عندناش أي استغراب لكاتب هذا المقال بأنه يتحدث عن أننا ثورة مضادة في وقت بيتم خلط الأوراق وتلفيق التهم في عصر ديكتاتورية عسكرية التي يقودها الفريق عبد الفتاح السيسي. نعم، دعني أنتقل بك إلى الدستور الذي يتم إعادة تعديله الآن أو إعادة صياغته الآن، الإفصاح عن لجنة الخمسين. كيف رأيتم أنتم في حركة الاشتراكيين الثوريين لجنة الخمسين المكونة، وما هي اعتراضاتكم عليها حتى الآن؟ يعني احنا منذ اللحظة الأولى بعد انطلاق الثورة 25 يناير كنا ندافع ولازلنا عن جمعية تأسيسية منتخبة من جماهير الشعب المصري لوضع دستور يعبر عن أهداف ومطالب الثورة. لجنة تأسيسية يعني تتكون من ممثلين للقطاعات الاجتماعية من العمال والفلاحين، تمثل فيها الطلبة، تمثل فيها الفئات الشعبية المختلفة والنقابات المهنية، لوضع دستور بالأساس يضمن تحقيق أهداف الثورة المصرية. وقفنا ضد جمعية تأسيسية التي شكلها الإخوان المسلمين وضد الدستور الذي صدر عنهم، وبالتالي احنا بنشوف ان لجنة الخمسين التي تم تشكيلها من الجيش الموجودة حاليا هي هدفها يعني إعادة تعديل بعض المواد بين قوسين يعني بتضمن الدولة المدنية، مع الاحتفاظ ب كل مزايا التي وضعت في الدستور للمؤسسة العسكرية بموافقة الإخوان المسلمين، الحفاظ على النصوص التي تهدر العدالة الاجتماعية وتعطي كل الامتيازات لرجال الأعمال وسلطة رأس المال في مصر، الإبقاء على القوانين النصوص التي تحد من الحريات العامة والحق في التنظيم في الدستور. وبالتالي هذه اللجنة، لجنة الخمسين، جاءت لتضع صبغة مدنية على دستور في رأيي دستور يضمن سيطرة المؤسسة العسكرية لا أكثر ولا أقل، ولا يضمن تحقيق أهداف الثورة وتشكيلها. حتى يعني الجماهير ما كانش جزء من اختيار هؤلاء الخمسين الذين سيضعون دستور البلاد أو سيعدلون الدستور الذي يحكم البلاد.
نعم، إذن أنتم لديكم اعتراضات على لجنة الخمسين التي ستسعى إلى أو التي يجب أن تعمل على تعديل بعض مواد الدستور، يعني كيف رأيتم مسألة تمثيل الأقليات وتمثيل المرأة؟ هناك من اعترض بحجة أو يعني وجهة نظره أن حتى الأشخاص الذين وكلت إليهم تمثيل الأقليات وتمثيل حقوق النساء لم يعني لا يعبروا بصدق عن هذه الأقليات أو عن النساء، يعني هل تتفقون مع ذلك أو تختلفون معه؟ طبعا بنختلف مع التشكيل الحالي، وهو يعني تشكيل توافقي، يعني حسب رؤية المؤسسة العسكرية تم تشكيل الخمسين، لكن إذا نظرنا إلى ما استسر عنه هذه اللجنة من تعديلات أعتقد أنها لن تضع نصوص تضمن حقوق الأقليات، لأنه وأنا مش عايز أسميها أقليات، عايز أسميها حقوق المضطهدين في مصر على وجه التحديد أهالي سيناء والنوبة والأقباط. هؤلاء المواطنين لهم حقوق مرفوعة منذ عشرات السنين، النظام يرفض الاستجابة لها، ولا أعتقد أنه لجنة الدستور لجنة الخمسين ستستجيب لهذه المطالب وتضعها بنصوص تحمي هذه الحقوق في الدستور القادم أو التعديلات الدستورية القادمة، ولكن سيتم وضع نصوص توافقية أقرب إلى يعني ما ترضي المؤسسة العسكرية بالأساس. نعم، سيد هيثم، الوضع الاقتصادي في مصر يزداد سوءا يوما بعد يوم. خرجت الجماهير في 30 من يوليو وكان أحد أهم اعتراضاتها أزمة البنزين وأزمة الوقود، أزمات الكهرباء وغيرها من الأزمات التي شهدناها في فترة وجود الدكتور محمد مرسي كرئيس للبلاد، واتهمت في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة. إلى أين يسير الاقتصاد المصري وما الذي تفعله الحكومة برأيك في هذه المرحلة، وهل هو مجدي لحل هذه الأزمات والنهوض بالاقتصاد المصري، أم أن كل من تقدت فيه جماعة الإخوان المسلمين يتم إعادة إنتاجه بشكل آخر؟ يعني حتى نكون موضوعيين، أنه محمد مرسي كان بيسير على نفس السياسات الليبرالية الجديدة التي كان يسير عليها مبارك وطنطاوي من قبله، لم يجري أي تغيير ما يذكر على السياسة على هذه السياسات، ولكن استمر على نفس النهج الحزب الوطني ولجنة السياسات في هذا الأمر. لكن ما يختلف فيه السلطة العسكرية الآن بقيادة الفريق السيسي عن محمد مرسي الرئيس المعزول، أنه بيجري تطبيق هذه السياسة تحت قوة الدبابات. محمد مرسي لم يكن قادرا على قمع الحركة العمالية نهائيا، وشهدت السنة الأولى من ولاية محمد مرسي أكبر إضرابات عمالية في آخر 10 سنين في مصر. لكن في الوقت الحالي في ظل تواجد الدبابات أمام المصانع ودخولها لقمع الحركة العمالية، بيجري تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة وسياسات التقشف بقوة السلاح على الشعب المصري، وشفنا ده في أكثر من موقع، شفناه في السويس وفي الأسكندرية وفي المحلة، تدخلت القوى العسكرية لإجبار العمال على القبول بشروط الدولة في هذا السياق. طبعا تستمر نفس الحالة المزرية للمرافق والخدمات، بدأت تحصل قطع للكهرباء والمية في كتير من المناطق السكنية، تأخر لدفع الأجور ومستحقات المالية للعمال والموظفين، استمرار لسيطرة وهيمنة رجال الأعمال على المصالح الاقتصادية في البلد، يضاف ليهم ترسانة من اللواءات تم الدفع بهم إلى الوزارات وإلى المحافظات، دواوين المحافظات لاستكمال عسكرة الدولة في الوقت الحالي. أعتقد أنه لا تسعى هذه السلطة الحالية بأي شكل من الأشكال أخذ أي خطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، بالعكس تماما تسير كل الخطوات في اتجاه تمكين سلطة رجال ولواءات الجيش المتقاعدين للسيطرة على الاقتصاد المصري، في حين أنه ملايين من الشعب المصري ومن العمال بتعاني من الفقر وبتعاني من نقص الخدمات.
ولم تتحرك الدولة بأي شكل من الأشكال لحمايتهم أو لتقديم الدعم لهم. بالعكس، رئيس الوزراء الحالي الببلاوي أحد منظري الليبرالية الجديدة يدافع عن إلغاء الدعم والقيام بسياسات تقشفية عنيفة تجاه المواطنين المصريين، وبالتالي سوف تشهد الفترة القادمة احتجاجات اجتماعية على هذه السلطة، ستواجه بالقمع من النظام. ولكن احنا بنراهن على ان الجماهير اكتسبت ثقة كبيرة في حركتها ولن يرهبها هذا القمع. شفنا القبض على العمال في السويس وتقديمهم للمحاكمة، في نفس الاسبوع تحرك عمال المحلة. نعم سيد هيثم، اسمح لي بمقاطعتك في هذه النقطة. يعني مسألة العمال يعني في السويس وأيضا في المحلة، بماذا تفسر يعني الوزير الموجود حاليا هو المناضل كمال أبو عيطة، والذي يعني شهدناه آلاف المرات يقود مظاهرات عمالية ويعني يتحدث باسم اتحاد النقابات العمالية المستقلة، بماذا تفسر ضعف موقف الوزير كمال أبو عيطة أمام انتهاك حقوق العمال في المحلة وأيضا السويس بفض اعتصاماتهم ودخول الدبابات إلى داخل المصانع كما قلت أنت الآن؟ بالنسبة لكمال أبو عيطة، أنا يعني طلبت منه ألا يدخل في حكومة قبل أن نسقط هذا النظام، وإلا سيكون هو أول من يدفع الثمن. لن يستطيع أن يتحرك داخل هذه الحكومة، هذه حكومة السيسي، وبالتالي إذا لم يتحرك سواء بالإيجاب بمنع هذا القمع عن الحركة العمالية أو بالسلب بالاستقالة من هذه الحكومة، حيكون يعني موقفه سيء جدا أمام الحركة العمالية التي لن تتوقف، واللي عندها أمال وطموحات فيه كوزير بأن هو يبدأ ياخد خطوات على هذا الطريق. بنشوف النهاردة بدأ يصدر قانون الحريات النقابية من وزارة القوى العاملة ويتقدم لمجلس الوزراء، نتمنى أنه يحصل تقدم على هذه الملفات. لكن اعتقد انه من الصعوبة جدا العمل داخل هذه الحكومة، حكومة الببلاوي، لان انحيازاتها واضحة ولانها يعني خاضعة تماما لسلطة المؤسسة العسكرية. اذا هل الوزير كمال ابو عيطة ايضا خاضع الان لسلطة المؤسسة العسكرية على الرغم من كونه من اكثر الاسماء المعروفة وقوفا في وجه يعني المؤسسة العسكرية وهتافا بيسقط حكم العسكر وقيادة للمظاهرات والمسيرات العمالية في السابق؟ الحكومة الحالية بالكامل خاضعة لحكم المؤسسة العسكرية وتعمل وفقا لتوجهاتها. نعم، قلتم سابقا كحركة الاشتراكيين الثوريين أن جماعة الإخوان المسلمين تحمي دولة مبارك، وها هي على حد قولك دولة مبارك قد عادت بالكامل الآن. ما هو مستقبل الحريات التي طالما طالبتم بها يعني ثورة 25 من يناير خرجت بهتاف أساسي عيش حرية عدالة اجتماعية؟ مسألة الحريات تواجه تهديدات على مستوى حرية التعبير، حرية الإعلام، حرية التظاهر وغيرها من الحريات. ما هو موقفكم من هذا القمع الذي تواجهه الحريات وما هو المخرج من هذه الأزمة؟ يعني حتى نكون مبدئيين ومتسقين مع أنفسنا، نحن خرجنا لإسقاط سلطة جماعة الإخوان المسلمين، ولو عادت سنخرج مرة أخرى لإسقاطها، ولكن سنقف بكل قوة ضد أي تجاوز أو قمع أو تجاوز لمبادئ حقوق الإنسان ضد أي مواطن مصري حتى لو كان عضو في جماعة الإخوان المسلمين. لأن ده وده ليس فقط يعني دفاعا عن مبدأ الحريات بشكل عام، ولكن دفاعا عن الثورة المصرية. إذا انتهكت حقوق الإنسان وتم قمع الحريات في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، سيتجاوز هذا القمع هذه الجماعة ويتم قمع الحريات بشكل عام. شفنا مع فض اعتصامات الإخوان، فض اعتصامات للعمال، بنشوف مع منع مظاهرات العمال وقمعها،
تم قمع مظاهره لشباب 6 ابريل بالامس امام دار القضاء العالي، وبالتالي اي انتهاك للحريات واي تجاوز عن معايير حقوق الانسان حتى لو كانت في مواجهه جماعه الاخوان المسلمين ستتجاوز هذه الجماعه وتوجه الى صدور جماهير الشعب المصري، والهدف بالاساس من هذا القمع هو تخويف جماهير الثوره المصريه. سنتصدى لهذه الهجمه وندافع عن مكتسبات الثوره المصريه فيما يتعلق بحريه التظاهر وحريه الاعتصام. اي تحجج بانه هذه الاجراءات توجه فقط ضد جماعه الاخوان المسلمين وعلينا الانتظار في حقيقه الامر هو بيمكن لهذه السلطه العسكريه من الاستمرار في التوغل وفي القضاء على مكتسبات الثوره. موقفنا واضح كاشتراكيين ثوريين ان احنا سنتصدى لهذه الهجمه ضد الحريات العامه وضد انتهاكات حقوق الانسان اللي بتتم في الوقت الحالي. نعم، دعني انتقل بك الى نقطة متعلقة بمنع ممارسة العمل السياسي داخل الجامعات وداخل المدن الجامعية. الطلاب مهددين بالفصل من المدن الجامعية ومن الجامعات في حال ثبت ممارستهم للعمل السياسي او حتى التظاهر. انتم كحركة الاشتراكيين الثوريين، وهي حركة يعني وثيقة الصلة بالحركة الطلابية والطلاب في اغلب الجامعات والمدارس المصرية، كيف ترون هذه الإجراءات؟ يعني بنشوفها ان هي بتأتي في نفس السياق. الفريق عبد الفتاح السيسي بيقول صورة صريحة بيمكن للمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية في البلد بعودة الأمن السياسي، بعودة الحرس الجماعي مرة أخرى الجامعات، بإصدار تعليمات من إدارة المخابرات إلى العاملين في مؤسسات الدولة بعدم التحدث في السياسة أو الدعوة لاعتصامات أو إضرابات. إحنا إذن أمام ديكتاتورية عسكرية مكتملة الأركان تحتل مساحات الحريات بالدبابات وبالأجهزة الأمنية يوما بعد يوم، وبالتالي موقفنا سيكون واضح برفض أي قمع الحريات داخل الجامعة. الطلاب الاشتراكيون الثوريون سيتحركون للدفاع عن مكتسباتهم بطرد الحرس الجامعي بمحرية ممارسة العمل السياسي داخل الجامعة، بطرد ورفض كل عملاء العسكر أكثر من عمداء كليات ورؤساء جامعات ويعملون على تحقيق وتطبيق سياساتهم داخل الجامعة، وسندافع عن مطالب الحركة الطلابية في العدالة الاجتماعية وتوفير التعليم المجاني وغيرها من المطالب اللي رفعوها الطلاب منذ 25 يناير. واعتقد انه الحركة الطلابية المصرية منذ الانتفاضة الفلسطينية سنة 2000 وقبل اثناء الثورة المصرية كانت احد رؤوس الحربة في مواجهة الدكتاتورية العسكرية وفي مواجهة المجلس العسكري السابق على برئاسة طنطاوي، ولن يكون كسر الحركة الطلابية سهلا على الدكتاتورية العسكرية الحالية، وستقاوم قمع الحريات في الجامعة بشكل إلى حد كبير. وبنشوف تحركات النهاردة في كليات العلوم في اسكندرية وكليات الحقوق في اسكندرية، فأعتقد أنه الحركة الطلابية حتى بدأت المعركة قبل أن يبدأ العام الدراسي. نعم، وضحت هذه النقطة. دعني أعود بك خطوتين للوراء. حادثات سجن أبو زعبل أو ما أطلق عليها مجدرات سجن أبو زعبل والتي راح ضحيتها 38 من المعتقلين الذين كانوا في ذلك الوقت في طريقهم إلى الترحيل أو ما إلى ذلك، حتى ومع يعني ما نشر عبر الصحف بأن وزارة الداخلية هي من ارتكبت ذلك وأن ذلك حدث بتوجيه أو يعني بقصدية شديدة، قتل 38 شخص معتقل، حتى الآن لم نسمع عن أنه هناك من قدم للمحاكمة أو أنه هناك من على الأقل تم تحميله مسؤولية جنائية بالإضافة إلى المسؤولية السياسية. هل ترى أن هناك يعني أمل في أن يتم إعادة هيكلة الداخلية أو أي مصطلح من المصطلحات التي يمكن استخدامها حتى لا نرى مثل هذا الحادث مرة أخرى؟ الدولة الحالية بتحاول ان هي توصل بالشعب المصري الى نقطة انها تعلن عن القتل. ال 38 شهيد اللي ماتوا في عربية الترحيلات تم قتلهم عمدا، وتم الاعلان عنهم تم قتلهم عمدا عن طريق القاء قنابل الغاز داخل سيارة الترحيلات. هذه الحادثة تستجوب محاكمة وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم، وتستجوب محاكمة كل المسؤولين من ضباط الترحيلات وضباط سجن أبو زعبل على قتل هؤلاء
شباب بدم بارد واعلان ذلك صراحه بدون يعني اي استحياء او يعني تخوف من اي شيء. دي جريمه بكل المعايير، جريمه قتل عمد بتجري. اعتقد انه الهدف منها هو طبعا تخويف الشباب وتخويف جماهير الشعب المصري اللي بيتم على مدار اليوم من السلطه الحاليه. نعم، إذا نحن في مواجهة عودة الدولة البوليسية أو الأمنية كما يفهم من كلامك. ماذا عن مقتل الجنود المصريين في سيناء؟ ماذا عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص واتهامه بأنه هو من نفذ العملية؟ من يتحمل مسؤولية مقتل الجنود ومسؤولية عدم وجود رؤية أمنية ورؤية سياسية واضحة لما يحدث في سيناء؟ وأيضا من يعني يعطينا معلومات صحيحة دقيقة واضحة في عن الوضع في سيناء؟ بالضبط، منذ مقتل الضابط وست جنود مصريين على الحدود بعد الثورة المصرية في رمضان عن طريق الكيان الصهيوني، وكل عمليات القتل تجري في سيناء، ليست هناك اي شفافيه او اعلان من المؤسسه العسكريه عن اطراف الصراع داخل سيناء. عمليه من التعتيم من الاجهزه الامنيه بشكل كامل عما يجري، وبالتالي ما فيش اي حد في مصر عنده معلومات دقيقه وموثقه عن اللي بيحصل في سيناء. لم يقدم متهم واحد الى محكمه مدنيه باتهامات واضحه في هذا الامر، وبالتالي محدش في مصر عنده معلومات عن ما يجري في سيناء وازاي بتستخدم هذه العمليات في العمليات السياسية في مصر. لكن اللي نقدر نقول عليه بالنسبة للوضع في سيناء والمتجر به عن طريق السلطة الحالية، إذا كانت السلطة تريد أن تجعل سيناء تحت السيادة المصرية عليها أن تلغي اتفاقية كامب ديفيد وأن تكون كل مساحة سيناء خاضعة تحت السيطرة المصرية لمنع أي عمليات عسكرية قد تديرها مجموعات من خارج مصر أو من داخل مصر حتى. لكن بيتم الالتفاف على النقطة الرئيسية والمركزية التي تتعلق بسيناء وهي اتفاقية كامب ديفيد و يعني استغلال موضوع العمليات العسكرية هناك لوقف المد الجماهيري في الشارع المصري. نعم، وده بادئ من بدري منذ انطلاق الثورة يعني. نعم سيد هيثم، في الحديث عن ما يحدث في سيناء وما يحدث في الكنائس وما يحدث في الشارع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان قد طلب تفويضا من الشعب المصري وخرجت من أجله بعض الجماهير لمحاربة ما أسماه هو بالإرهاب المحتمل. يعني ألا يستطيع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية والجيش المصري توفير الأمن وحماية هذه الكنائس ويعني يعني توفير الشعور بالأمن للمواطن المصري إلا عن طريق ما نراه من إجراءات قمعية في مواجهة المظاهرات، ولكن في الوقت نفسه الكنائس تهاجم ولا أحد يعني يتحدث عن تقصير أو يعني غياب الدور الأمني وغيرها من الأحداث التي تظهر بقوة غياب الدور الأمني في حماية المنشآت والأشخاص؟ طيب، هو طبعا الدولة تتحمل كامل المسؤولية عن حماية الكنائس، واعتقد انها لعبت دور سلبي للغاية في حماية الكنائس في الفترة الأخيرة. لم تحمي الكنائس على الإطلاق وتركتها لعمليات العنف والحرب، كتير منها كان من جماعة الإخوان المسلمين وبعضها كان غير معلوم المهاجم أو مصدر الهجوم على الكنيسة. لكن كمان زملائنا الاشتراكيين السويين في السويس نزلوا لحماية إحدى الكنائس هناك، لكن تم إبلاغهم أن جهاز الأمن الوطني يرفض أن تكون قوة سياسية مشاركة في عملية تأمين الكنائس، وده بيضع علامة استفهام. الحاجة الثانية أنه بالتفصيل هي مكلفة وفقا للقانون بحماية المواطنين وحماية المنشآت وضبط الأمن، وبالتالي هي لا تحتاج لأي تفويض شعبي، لكن هي ملزمة بقوة القانون بالقيام بواجبها وبالتزاماتها. لكن كان المقصود من هذا التفويض الذي رفضناه ولم ننزل ولن نفوض أبدا الفريق عبد الفتاح السيسي أو المؤسسة العسكرية لأي إجراء، كان المقصود من هذا التفويض أنه تكون
هناك قطاعات جماهيريه بتقف خلف هذه المؤسسه وهي بتعيد انتاج نظام مبارك مره اخرى. زراعه ما شعبيه يستند اليها لاعاده النظام القديم، لكن اعتقد انه على مدار الفتره اللي فاتت بدات تتكشف الامور، وقطاعات واسعه من هذه الجماهير بدات تكتشف انه لم يكن تفويض من اجل نعم حتى لا ينفد وقتنا. يعني دانيا سالك السؤال الاخير، اريد عليه اجابه مختصره جدا. هل في هذه المرحله لدى الاشتراكيين الثوريين كحركه ثوريه خطط للحركه على الارض والعمل على الارض لاستعاده ما تم سلبه من ثوره 25 من يناير مره اخرى ام لا؟ نعم، لم نتوقف منذ 30 يونيو. الآن بيجري الحوار والنقاش مع مجموعات ثورية لإنشاء جبهة لاستكمال الثورة المصرية والاتفاق على تحركات الشارع المصري، سواء على المحور السياسي والدفاع عن الحريات أو على المحور الاقتصادي والاجتماعي عن طريق رفع مطالب العدالة الاجتماعية. بنعمل الآن مع قطاعات عمالية لرفع مطالب العمال في مواجهة السلطة الحالية. نعم. والاعتداءات من مع القوى الأخرى لنزول للشارع مرة أخرى التصدي للقمع الحريات. نعم، عفوا انتهى وقتنا في نهاية هذا اللقاء. أشكرك شكرا جزيلا سيد هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين في مصر. شكرا. مشاهدينا في نهاية هذا اللقاء أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. لكم تحياتي أنا حياة اليماني، وإلى اللقاء.